اعتقد ان الرئيس الامريكي ترامب بيلقي كلمه الان. خلونا نسمع مقاله السفير عمرو ابو العطا مندوب مصر الدائم في الامم المتحده عن القرار، عن مشروع القرار المصري. ويطالب مشروع القرار كل الدول بألا تؤسس بعثات دبلوماسية في مدينة القدس الشريف وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 478 لعام 1980، كما يطالب كل الدول بالامتثال لقرارات مجلس الأمن المتعلقة بمدينة القدس الشريف وألا تعترف بأي أعمال أو إجراءات تتعارض مع تلك القرارات. ويؤكد مشروع القرار دعوة المجلس لأن يتم عكس مسار الاتجاهات السلبية على أرض الواقع التي تعيق حل الدولتين وتكثيف الجهود الدولية والإقليمية وتقديم الدعم الهادف للسلام العادل والشامل في الشرق الأوسط على أساس قرارات مجلس الأمن ذات الصلة ومرجعية مدريد بما فيها مبدأ الأرض مقابل السلام ومبادرة السلام العربية وخارطة الطريق للربوعية الدولية وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ عام 1967. ولقد كانت مصر في طليعة من دافع عن حقوق الشعب الفلسطيني منذ عام 1948 وستستمر على هذا النهج وحتى نصل إلى سلام شامل وعادل. في ضوء ما تقدم فإنني أدعو جميع أعضاء المجلس للتصويت لصالح القرار وطمأنة شعوبنا أن القانون الدولي ما زال مرجعية في تحديد الحقوق والواجبات في تلك القضية الحساسة والشائكة وغيرها من القضايا الدولية. وشكرا سيادة الرئيس. ده جزء من كلمة السفير عمرو أبو العطا مندوب مصر الدائم في الأمم المتحدة مقدما مشروع القرار الذي صوتت 14 دولة لصالحه واعترضت عليه واشنطن بالفيتو.